المواضيع المهمة على الصعيد المحلي الفلسطيني وكل الأصعدة اللي دائما بنسلط الضوء عليها. فقرتنا لليوم تتحدث وهي مخصصة لطلاب الثانوية العامة اللي حاليا عمالهم بيفكروا باستكمال دراستهم الجامعية في واحدة من الجامعات خارج في فلسطين. كيف ممكن الطالب يستكمل هذه الإجراءات وكيف ممكن يكون مكتب مخصص لحتى يسهل عليه الموضوع؟ ضيفتنا الدكتورة رويدة فضل أحمد مؤسس مكتب يازور. يسعد صباحك دكتورة. صباحك ريهام. يصبحك بكل الخير. يازور مكتب مرخص لتأمين قبولات في الجامعات العربية خصص للخدمات لتقديم الخدمات الجامعية خارج فلسطين. نحكي عن فكرة هذا المكتب، من وين إجت، كيف تم تنفيذها وكيف تم افتتاح هذا المكتب خاصة في مدينة طول كرم. في البداية يسعد صباحك وصباح جميع العاملين وصباح أبناء الوطن جميعا. فكرة مكتب يازور هو مكتب للخدمات الجامعية، تأمين قبولات، جلب قبولات للجامعات العربية وغير العربية. جاءت فكرة المكتب من قصة شخصية، إنه أنا عندي ابني قبل سنتين أنهى الثانوية العامة، فواجهت صعوبة كبيرة ما بين إيش الجامعة اللي أروح لها، أي دولة أتوجه، إيش التخصص اللي يدرسه. فتوجهت لمكتب في رام الله نظرا إنه محافظة طول كرم مش موجود فيها هيك مثل هيك مكتب. فأنا توجهت لمكاتب رام الله ومشكورين ساعدوني، وسافرت ابني على جامعة المنصورة في مصر. ومن شدة خوفي على ابني، تخيل إن أنا سافرت معه على مصر، ما تركته مع المكتب، لسه مش مأمنة على المكتب. أنا سافرت مع ابني والحمد لله كان مكتب يعني كان صادق بكل شيء، وفالنا فيه كل شيء حكالنا عنه. فمن هون اجت الفكرة انه ليش طول كرم فيش فيها مكتب محافظة طول كرم، بما انه احنا بننادي لتطوير مدينة طول كرم وانشاء مؤسسات تدعم المدينة وابناء المدينة وبتقدم لها خدمات مش بس لمحافظة طول كرم، لفلسطين بشكل عام يعني. فاجت فكرة انشاء مكتب، فسنتين واحنا بنخطط للموضوع وبندرسه لأخذ ترخيص من التعليم العالي، وهو مكتب مرخص لنطمن الأهالي إنه مكتب مرخص وبيشتغل بأيدي خبراء مختصين في مجال التعليم العالي. يعني لما بنزور مكتب يازور أنت حتدخل مكتب حتلاقي أخصائي في التعليم العالي بيحكي معك، حتلاقي دكتور مختص في الموضوع. فإن شاء الله أن أولادنا حيكونوا في أمان إن شاء الله. يعني من خلال تجربة شخصية حثت معاكي، تعرضت لأنه فعليا أنا الآن أنه ابني يمكن يكون مرتاح مش مرتاح صح. توجهت لمكتب خارج محافظة طول كرم، تغلبت لحتى أتوجه، يمكن أنت كان عندك المقدرة، يمكن الأهالي هون صح. أو في أهالي ما عندهم المقدرة، فعشان هيك نفذنا فكرة مكتب يازور. خلينا نحكي عن الاسم أول وبعديها بنكمل كل المواضيع لحتى نعرف السادة المتابعين وتحديدا الأهالي والأم أمهات. مثل ما كان عندك قلق، أكيد كل الأمهات عندهم قلق من موضوع أنه أنا أترك ابني يطلع ويسافر خارج فلسطين استكمال دراسته الجامعية. هلا فيك اسم يازور. يازور هي قرية فلسطينية مهجرة قضاء يافا، وكوني دكتور التاريخ ضمن إطلاق أسماء القرى المهجرة على مؤسساتنا لإحيائها، وخلي أولادنا يتعرف على قرانا المهجرة. حلو. فإحنا عملنا شغلتين بشغلة واحدة. هيك صرنا معرفين الطالب، بيجي عندنا الطالب نعطيه بروشور. يعني إحنا بنعزز ثقافة الهوية الفلسطينية صحيح. وإنه فعليا نذكر طلابنا، يعني إذا أنتوا طالعين برا فلسطين أكيد من خلال مكتب يازور إحنا بنعزز الهوية الفلسطينية وكل القرى الفلسطينية المهجرة. بدنا نحكي عن المكتب، شو الخدمات اللي بقدمها طالب، يعني نبسطها شوي للمستمعين صح. أنا طالب ثانوية عام عمالي بسمعكم حاليا وبسمع الدكتورة رويدة. طب أنا ممكن حابب أني أدرس برا فلسطين بس محتار وين أدرس، شو أدرس، شو أكمل تخصص، إذا أنا لسه كنت محتار بالتخصص بمختلف التخصصات سواء عملي علمي عفوا أو أدبي أيا كان، بس التخصص مش محدد عندي، كيف أجي عند الدكتورة رويدة؟ في البداية طبعا إحنا مكتبنا مفتوح على طول، بنستقبل طلابنا. مكتبنا قرب ديوان الجلاد. طالب الثانوية العامة أو بغض النظر مش ثانوية عامة، ماستر دكتوراه، هو حياخد منا استشارة، حياخد منا نصائح نقدمها مجانية للطالب لنفتح عيونه أنت وين تروح. لازم إحنا بما إن إحنا مرخصين إحنا متابعين تعليمات التعليم العالي المتغيرة باستمرار. يعني أوكي ابني حابب يدرس طب بس للأسف معدله 80، ما بتعرف لأنه ابن يعني جارهم طلع معدل 80 قبل مثلا سنة معينة، بس السنة بيحكي 85، احنا لازم نخبرها انه معدل ابنك ليطلع 85. فاحنا ان شاء الله حنكون بأدق التفاصيل مع الطالب، حنوجهه لأي جامعة، لكن بيجينا الطالب هو عنده توجه لجامعة معينة.
أنا بعطيه ممكن في ريسك إذا أنت بدك دولة معينة، إحنا بنعطيك كل المخاطر حتواجهنا أو الصعوبات، فينا احتمال مثلا بدك قبول صعب في جامعة معينة، احتمال بدك إجراءات معقدة، احتمال معدلك ما بيسمح، احتمال في امتحان لتجتاز وليقبلوك. مثلا في الدول الأوروبية بدك تكمل دكتوراه لازم تقدم بروبوزل يكون على مستوى، مش أي بروبوزل بيجي بدي أروح هون كندا مثلا بدي أروح هون، أوكي تمام أنت حلمك تروح بس عندك معك بروبوزل ماكني تقدمها للجامعة. فإحنا إن شاء الله موجهين الطلاب، إحنا بنقدم لهم كل الخدمات، مش حنسفر طالب أو نجيب له قبول هيك يعني يروح على جامعته يصطدم بكثير عقبات، لا يعني حيكون كل شيء واضح. أنت بتسفر الطالب وهو بالمكتب وهو قاعد عندك بالمكتب، بتسفريه على الجامعة اللي بده إياها وبتوضحي له كل الأمور اللي ممكن يتعرض لها، لأنه خاصة يعني طلبة الثانوية العامة ما بيكون عندهم الوعي الكامل يمكن بأنه شو الأشياء اللي ممكن يتعرض لها، شو الإجراءات اللي لازم يتبعها. طيب بما أنه أنت إجا عندك الطالب وتحدث معاك ووضحتي له الجامعات وما إلى ذلك، خلينا نركز على موضوع معين وشائك وتعرض منه للأسف كثير من الناس والعالم، اللي بعثوا أبنائهم للجامعات خارج فلسطين لحتى يستكملوا دراستهم، تعرضوا لمجموعة من العقبات أهمها قلت التغيرات اللي إحنا بنضلنا مواكبين مع وزارة التعليم العالي، بأنه هل فعليا كل سنة هي نفس السنة الماضية، خاصة بقبول المعدلات، المعدل شيء مهم. ففي ناس تعرضوا لموضوع أنه أنا بعتت ابني من خلال معارفي على جامعة اللي بده إياها ويدرس، بس هاي التعليم العالي بس يرجع ويدرس. طب مثل ما ذكرتي معدل القبول 85، هو 80 درس وخلص 6 سنين، ضيع من عمره 6 سنين، بس لما يرجع هون ما بتنختم شهادته الجامعية. شو الأسباب؟ شو المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الأهالي والطالب نفسه؟ هلا هون ضروري أن نوجه الكلام هذا للأهالي، للأهل أنه أنت ابحث عن مكتب مرخص ادخل عليه، روح عنده سجل ابنك من خلاله، سفر ابنك من خلال المكتب، ما تتوجه لمكاتب مش مرخصة، ما تتوجه لزميل لجار، لأنه هون في حتوقع أنت في مشاكل، مش فيش جهة تحميك بعدين. لما أنت سفرت ابنك من خلال جارك مثلا أوكي هو حيسجله، بس أنت حتصدم بعد ما ابنك أنهى ثانوية عام، أنهى عفوا دراسته وتوجه للتعليم العالي يختم شهاداته، إنه معدل ابنك إنه شهادات ابنك ما بتتختم. ليش؟ إنه طب صار تغيرات أنت ما تبعت، إنه ابنك مثلا معدله هذا ما بيسمح له يدرس هندسة وما بيسمح له يدرس طب. فإحنا إن شاء الله حنكون متابعين 100%، مش حنوقع بهيك أخطاء أكيد، لأنه إحنا بتدخلي عندي حتستلمي معدلات القبولات لأي كل التخصصات. كمان في أهالي بيسجلوا أبنائهم للأسف في جامعات غير معترف فيها لدى التعليم العالي. طبعا في عندنا جامعات غير معترف فيها، إحنا حاطينهم في مكتبنا ضمن لوائح الجامعات المعترف فيها في فلسطين، مش حسفر طالب على جامعة غير معترف فيها. لكن إذا صار ومكتب سفر طالب هو بيتحمل المسؤولية مش الأهل، يعني الأهل حيكون محمي. كمان انه انا كوني مكتب مرخص اي طالب حيجي عندي حيصير عقد، يبرم عقد ما بينه وبين الطالب، انا ضمان حقه، ضمان حق الطالب في البدايه وحق المكتب. انا شو يعني شو انا حكيت لك حقدم لك خدمات 1 2 3 حيكون بالعقد مكتوبين. هيك الاهالي حيكون مطمنين اكثر، وكمان ان شاء الله حيكون لنا مندوب بينتظر الطلاب بدايه الثانويه، لانه انت بتعرف صغار حتكون الاهل قلقانين عليهم، فاولادهم حيكونوا مثل ابني. انا كيف عملت ابني حيكونوا مثل ابني واكثر ان شاء الله. حيكون في مندوب بيستقبلهم في المطار، حنتصل بالاهل ابنكم وصل بالسلامه، اولين ان شاء الله حنستقبلهم فندق على حسابنا عشان حيكون الابن ضايع يعني وما بدي اروح. بعدين ان شاء الله بضل مندوبنا معالي يامن له سكنه، اقرب سكن بيكون حوالين الجامعه، حنتصل بالاهل ابنكم سكنه ان شاء الله مامن، وحننزل الجامعه نعرفه بنافق الجامعه. حلو، يعني مش بس انت بتسجليه بالجامعه، انت بتضلي مرافقه معاه لاول لحظه بيخطو فيها بالجامعه. ان شاء الله احنا بنبعد الاهالي كمان، مش حنتركهم طول فتره الدراسه، يعني حنضلنا نتصل عليهم شو صار مع ابنك، اي مشكله واجهته خبرنا، ممكن احنا فينا نساعده. حلو. فينا نتدخل بمعارفنا نشوف شو صار معاه، نحل مشاكله. يعني انت ما بتوقفي عند نقطه معينه، انت رح تكملي مع الطالب. يعني هاي رساله اطمئنان للاهالي، بانه الام خاصه يعني مثل الدكتوره رويده كانت قلقه على ابنها حتى لما سجلته بمكتب راحت وسافرت معه. يمكن الاهالي ما عندهم المقدره انهم يسافروا مع اولادهم، بس من خلال مكتب يازور انت بتكوني مطمنه 100% وكانك مسافره مع ابنك، من خلال الدكتوره رويده بتضل معاه خطوه بخطوه، بتوصله للبلد اللي بده اياه، بتوصله كمان للجامعه، من السكن. هاي الرسالة كلها، رسالة الاطمئنان للأهالي، بتدفعهم فعليا بالتفكير مرتين أو أكثر من مرة أنه فعليا ما يتوجهوا لأي مكتب. في مكاتب كتير مش مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي. صحيح. احنا بنحكي عن مكتب يازور مرخص،
شو بدنا أو كيف ممكن نفسر للأهالي لما بنحكي عن مكتب مرخص؟ شو بيضمن للطالب ترخيص هذا المكتب؟ المكتب مرخص إنه فيك تدخل هلأ على موقع وزارة التعليم العالي هتلاقي اسم مكتب يازور، هو مدرج ضمن المكاتب المرخصة في فلسطين. المكتب حيتابع لكم جميع التغيرات اللي بتحصل في القرارات الجديدة، معدلات القبول للجامعات المعترف فيها، كمان عدد سنوات الدراسة ممكن تطبعنا بيختلف. يعني بيجي عفوا الدكتوراه، بيجي مثلا لبنان عندك الدكتوراه في لبنان 3 سنوات 6 فصول، بفلسطين 4. احنا لازم نخبر الطالب دقة قيمة 6 فصول مش حسب احنا تعليماتنا. يعني ان شاء الله في اجراءات بحب اخبر فيها الاهالي كمان، انه احنا عمالنا بنسعى نحصل على خصومات من الجامعات. حلو. حاليا احنا بصدد عقد اتفاقيات مع الجامعات اللبنانيه، نحن كفلسطينيين هم شعب داعم لنا، حنحصل ان شاء الله على اكثر من 50% خصم. وبدي احب احكي لاسلم مصابي الانتفاضه، كونهم هم يعني شريحه كبيره بتهمنا اكثر شيء، انه ان شاء الله حنحصلهم على اعفاء تام من ضمن الجامعات اللبنانيه. هي يعني تسربنا خبر هيك مع التلفزيون. حلو ما شاء الله. يعني المكتب دائما ما بيسعى فعليا مش بس تقديم الخدمات الجامعية، بيسعى تقديم كل الدعم للطلاب. صح. طلاب الثانوية العامة نيالكم راحت علينا زمان، نيالكم يا طلاب الثانوية العامة هذا العام يعني كل شيء متاح لكم. احنا بنحكي عن طلاب الثانوية العامة اللي حابين يكملوا الجامعات، حكيتينا مش بس طلاب الثانوية العامة المستفيدين، مين كمان ممكن يكون مستفيد من المكتب؟ احنا الفئات المستهدفة ماستر بكالوريوس دكتوراه، عفوا بكالوريوس اللي هو الطلاب الثانويه اللي السنه ان شاء الله بنتمنى لهم كل الخير، وان شاء الله بنتمنى نشوف عدد كبير عندنا في المكتب ان شاء الله. الطلاب اللي انهوا الثانويه العام وانهوا بمرحله البكالوريوس وحابين يكملوا ماجستير احنا برضو جاهزين، والطلاب اللي حابين يكملوا دراسات عليا اللي هي الدكتوراه، مرحله الدكتوراه كمان في اي دوله في اي جامعه هم حابينها احنا جاهزين برضو. طب تختلف الاجراءات لطلاب الماجستير والدكتوراه ولا هي نفس الاجراءات؟ إجراءات. في خصومات لطلاب الماجستير الدكتوراه؟ كله في خصومات. طيب كمان مش بس طلاب الثانوية العامة نيالهم، كمان أي شخص حابب فعليا كمل درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه خارج فلسطين، يعني إذا كنت حابب تحصل على دراسة أو درجة مميزة بخصومات بإجراءات مميزة، العديد من الخدمات فعليا اللي بقدمها مكتب يازور. طب إحنا حكينا عن جامعات خارج فلسطين، شو الدول اللي فعليا بيستهدفها مكتب يازور؟ هل في دول معينة ولا كل الدول وخاصة الدول الأوروبية كمان انتوا بتحاولوا تتواصلوا مع الجامعات اللي موجودة هناك، الطلاب يدرسوا لحتى يتخرجوا من الجامعات؟ احنا ان شاء الله فاتحين خطوط مع جميع جامعات العالم. حاليا مثلا عندنا إسبانيا، ألمانيا، اي جامعة بيجينا الطالب هو بفكر بده يروح عليها، امريكا، عملنا بنشتغل على فتح خطوط لنكون جاهزين. واحنا تقريبا عند 90% جاهزين مع كل الجامعات. فالطالب اي جامعه بفكر يدرس فيها مكتب يازور جاهز انه يعمل له قبوله في الجامعه اللي بده اياها. طيب خلينا نحكي عن موضوع انه في طلاب، نرجع لنفس الموضوع اللي فعليا بيكون شائك عند الاهالي، انه في طلاب ما بيسافروا من خلال المكاتب، شو المخاطر اللي ممكن يعني تكون يعني متلازمه مع الطالب خلال فتره دراسته الجامعيه، وخاصه مثل ما ذكرت انه بيتجه حتى مش يعني اذا كان المكتب مش مرخص يمكن يتجه من خلال المعارف والاصحاب والاصدقاء، وابن جارتنا وابن خالتي وابن عمتي درس في الجامعه الفلانيه فانا بدي ادرس زيه. شو المخاطر اللي بتعرض لها الطالب؟ شوفي احيانا الطالب بتعرض لمخاطر انه هو عن طريق زميله في شخص بنعرفه من برا بجيب لك قبولات. اوكي هو جاب لي قبول بس بالاخر انا سافرت لقيت انها جامعه وهميه مش موجوده. هاي من ضمن احنا سمعناها من الاهالي، يعني اجوا خبرونا انه ابني سافر بعدين هو رجع فيش جامعه اصلا. بس اللهم هو حصل مني المصاري واعطاني قبول، بس هو القبول يعني مش صحيح، فيش جامعة أصلا. فضرورة أنك تتوجه لمكتب، أنت حتكون محمي، أنت حتكون ماشي على قاعد، يعني مستقبل أولادنا بيستحق أن نتوجه على مكتب مرخص أفضل من أن نروح من خلال زميل من خلال صديق. أنت حتأمن ابنك، يعني إما الجامعة تكون غير معترف فيها، إما معدل القبول تغير وإنت مش متابع. يعني الأفضل للأهالي ولطلابنا علشان نحميهم، يعني أولادنا مستقبلنا،
احنا يعني احنا تجارتنا اولادنا. فبيسوى ان اتوجه لمكتب اكون انا مرتاح نفسيا في محافظه تول كرم. ان شاء الله كل المحافظات حيكون مكتب يزور انه هو قريب علي، انا باجي الاهل بسمع بطمن. وان شاء الله حنضل متابعين الطالب من اول يوم اجي عنا ليوم يتخرج، نتحلى من اهله ان شاء الله عشان ان شاء الله. طيب دكتوره، بما انه احنا اول مكتب مرخص في مدينه او في محافظه تول كرم، هل هو فقط يستقبل الطلبه من نفس المحافظه من تول كرم، او ممكن استقبال من محافظات تانية أو قريبة؟ مكتب ينزور إجا لخدمة أبناء تول كرم وخدمة أبناء المحافظات الأخرى. يعني إحنا عنا بلش طلبتنا بلس يتوافدوا عنا. يعني كل التحية لكل أبنائنا والمحافظات المجاورة لنا. أكيد المكتب لكل المحافظات بإذن الله. حلو. طيب بما أنه إحنا بنواكب كل التطورات اللي أنت حكيتي عنها، وخاصة أنه كل الإجراءات اللي بتصير في حياتنا وخاصة بموضوع العملية التعليمية، إحنا نعرف أنه حاليا في إضراب، فممكن يكون هناك تأخير أو تغيير بجدول امتحانات الثانوية العامة، تتأخر ظهور النتائج. هذا الموضوع كيف ممكن المكتب يطمن الطلاب بأنه بيتواصل مع الجامعات خارج فلسطين، لحتى ممكن لأنه يعني الجامعات خارج فلسطين عندها موعد محدد لاستقبال الطلبات، هل ممكن يكون في هناك آلية اتصال وتواصل ما بينكم بين الجامعات لحتى توضحوا الوضع الراهن في فلسطين؟ هلا أنا من خلالكم بحكي إن شاء الله بتعدي أزمتنا طبعا على خير، برجع طلابنا على مقاعد الدراسة وبتستمر العملية التعليمية بشكل الصحيح. هلا الأهالي فينا إحنا قبل ما أولادنا يدخلوا يبلشوا امتحانات، انا بعرف ابني بده يدرس طب، انا بتوقع معدله. احنا بنتوجه نحجز له مقعد قبل النتائج، احنا عشان نضمن شو بيصير احنا جاهزين. يعني انا بتوقع اني حجزت لابني مقعد بشهر 3. يعني ما في موعد محدد، يعني حتى بيقدروا الطلاب والاهالي يجوا قبل النتائج يحجزوا مقعد لابنهم في الجامعه. بعد النتائج حيكون تقريبا الوقت الداركنا. احنا قبل النتائج بلشوا الطلاب يتوافدوا، انا بدي طيب اوكي اعطيني باسبورك شيء، انا بحجز لك على الباسبور ليطلع المعدل. ان شاء الله هو بحصل المعدل المطلوب، بكون ثبتنا المعدل ثبتنا المكان. ما حصل المعدل احنا ان شاء الله بنوجه الطالب لشيء ثاني، بس نتمنى كل طالب بيحب تخصصه يحصل معدله ان شاء الله ويدخل مجاله. يعني احنا هاي الفتره هي فتره ممتازه لانه الاهالي يجوا على المكتب ويبلشوا يستفسروا ويبلشوا بإجراءات التسجيل وتقديم الطلبات للجامعات. ما ننتظر لبعد النتائج لأنه حتكون أزمة. هاي معلومة مهمة ومفيدة كمان للأهالي، خاصة أنه ما تستنوا لغاية ما تطلع النتيجة. إذا أنت كنت متأكد من نتيجة ابنك أو متوقع معدل معين للتخصص اللي حابب يدرسه، مثل ما ذكرتي أنه إذا ابنك حابب يدرس دكتوراه أو أنه يكون دكتور وطب، فأكيد هو حاطط معدل معين براسه، فبيتوجه لمكتب يزور بهاي الفترة لحتى يضمن له مقعد في الجامعة اللي بده إياها. طيب خلينا نحكي عن واحدة من الاستفسارات اللي توصلتنا من الطلاب. أنا لو حاليا بدرس في تركيا، أو من المواطنين، أنا لو حاليا بدرس في تركيا أو مصر ويمكن ما خلصت لسه بالسنوات الأولى من دراسته الجامعية، أو كيف ممكن أتابع مع المكتب بأنه هل فعليا هو ما سافر من خلال مكتب، كيف ممكن يتابع مع مكتب يزور لحتى يتأكد أنه إجراءاته اللي كان متبعها، دراسته، الخطوات، كل إشي اللي كان عاملها هو ضمن الإجراءات ممكن فعليا شهادته تتصدق؟ هل انتم بتساعدوا هاي الفئه من الطلاب؟ طبعا طبعا 100%. لو الطالب سافر احنا يعني وكان ماشي سنه او كان ماشي سنه او سنتين في الجامعه، احنا حنتاكد، احنا حنشوف اجراءاته، حنتاكد من معدله، حنتاكد من اسم جامعته، حنتاكد معدله بيدخله، التخصص اللي دخله، الجامعه معترف فيها، هي اهم القواعد اللي حنشوفها. وان شاء الله يعني صفحاتنا موجود، صفحه مواقع التواصل الاجتماعي، الواتساب موجود متاح عند الطلاب، اي حدا عنده استفسار ما يتردد مرتين. ما يفكر يتواصل معنا واحنا جاهزين. طيب يعني مش بس بقدم لكم يا جماعه خدمات ميسره، هو كمان الاتصال والتواصل معهم سهل، يعني من خلال أرقام الواتساب إن شاء الله يعني رح نزودكم فيها من خلال التعليقات على البث المباشر. بنذكر الأهالي من محافظة طول كرم، مكتب يزور هو موجود في طول كرم وسط المدينة، أو تحديدا قرب ديوان الجلادة، هذا المكتب المخصص لتقديم الخدمات الجامعية. خلينا نحكي عن التخصصات. أغلب الطلاب اللي بيحبوا يتوجهوا للدراسة خارج فلسطين بيكون تخصصات طب، هل فعليا كل الطلبات اللي بتيجي او الاستفسارات هي للطب، ولا انه كمان بتقدروا تساعدهم بكل التخصصات اللي حابينها؟ التخصصات اكيد يا ريهام، في عندك طب، هندسه، في ناس بيسافروا يدرسوا لغات. طبعا في ناس بيسافروا يدرسوا اداره، يعني كل التخصصات هي متاحه. احنا بنفكر انه الجميع بيسافر للطب، لكن لا، احنا بتتفاجئ انه عالم طلعت رايحه على تركيا تدرس اداره اعمال او لغات،
يعني كل التخصصات هي متاحة. بس الشريحة الأكبر إنه طلابنا بيروحوا طب. شريحة يعني الثقة الأكبر بيروح على مصر. الجامعات المصرية عمالة بتستقطب طلبتنا بشكل كبير. بالذات إنها مصر بتقدم خصم 50% لجميع الطلبة. انت تحصل حاصل دخلت مصر على البسبور الفلسطيني لك 50% خصم. حلو. طيب هاي معلومه مهمه كمان للطلاب اللي حابين او لسه محتارين شو الجامعه اللي يروحوا يدرسوا فيها. احنا بنحكي عن الجامعات المصريه مباشره لهم خصم 50%. صحيح. طيب شو الجامعات المتاحه او خلينا نحكي للطلاب اللي ممكن نشجعهم ونحفزهم انه في عنا جامعات المصريه. كمان حكينا الدول الاوروبيه ممكن فيها جامعات، بس كمان الجامعات العربيه لها دور واحنا كمان بنشتغل عليها في مكتب يازور. خلينا نحكي عن الدول العربية المستهدفة بالفترة الأخيرة. هلا إحنا أولادنا أكثر شيء بروح على مصر كدول عربية. طب مصر بتعرف مصر هي من الجامعات العريقة فيها يعني. صحيح. يعني خاصة طلاب الطب مثل ما ذكرت. حاليا في المنصورة عندك الإسكندرية الزقازيق، يعني بدناش ننسى إحدى الجامعات، يعني كل الجامعات عريقة في مصر والطب فيها ما شاء الله. يعني طيب بيحقق طموح الطالب من ناحية إذا كان معدلك ما بيسمح لك بالجامعات الفلسطينية تدرس أو الوضع المادي صعب. يعني مصر بتعطيك 50% حيكون الوضع أسهل للطلاب إنهم يكملوا يحقق حلمه وطموحه إن أنا بدي أدرس طب. يعني مثل ابني هو أصار بده يدرس طب. طب هيك كيف أنا سفرت. كيف موضوع المعدل؟ المعدل حاليا السنة 85 السنة الماضية 85. هلا إحنا ضمن أي تعديل حيطرأ في وزارة التعليم العالي. 85 للجامعات طب. خارج فلسطين للطب. صحيح. أما الجامعات الفلسطينية بيكون معدلات تانية وأمور تانية. أنا بدي أحكي لك لا مش في الجامعات خارج فلسطين، التعليم العالي بيحكي لك بدك تسافر للخارج تدرس طب لازم معدلك 85 فما فوق. هلا ممكن مصر تاخدك على 60. الجامعات المصرية بتدخلك طب على 60. طب كيف لكن بعد ما درست مش حتتعادل إذا أنت أقل من 85. يعني فقط إحنا حنسفر الطلاب الحاصلين على 85 يدرسوا طب. أقل من هيك مش حنسفر، حنخبر الأهل أنت حتدرس على مسؤوليتك، أو أنا مش حسفر ده هو أقل من 85 لأنه حرام 6 سنين أو 5 سنين يروحوا هيك. فالمكتب هو بيكون ضامن للطالب حقه من خلال استفساره. صحيح. للجامعة اللي بده يدرس فيها. طيب حكينا عنا خصم تقريبا 50% مكتب يازور بيسعى له من خلال الجامعات في لبنان. صحيح. جامعات لبنانية. صحيح. خلالكم إن شاء الله بيسمعون الجامعات اللبنانية. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. يعني الطلاب اللي حابين يدرسوا بلبنان رح يكون او فعليا المكتب حصل على خصم 50%. هاي شغالين بالاجراءات توقع الاتفاقيات الرسميه ان شاء الله. ان شاء الله باذن رب العالمين تحصلوا على خصم 50% مثلها مثل الجامعات المصريه اللي حكت لنا عنها الدكتوره. بدي احكي لك الجامعات التركيه عندنا جامعه لفكا اعطتنا 90%. خصم 90%. صحيح. يعني الطلاب لما بيتوجهوا عنا حيتفاجئوا بالخصومات ان شاء الله اللي حصلنا عليها من بعض الجامعات. هي مش منح، احنا المكتب حصل خصومات من الجامعات. طيب اللي بتشمل كل التخصصات هاي الخصومات. صحيح. شو مكان التخصص؟ صحيح. جامعات التركيه. صحيح. جامعه لفكا. جامعه لفكا. صحيح. حصل مكتب يازور يا جماعه على الاهالي والاباء جامعه لفكا حصلت خصم 90%. الجامعات اللبنانيه ان شاء الله بالفتره القريبه رح يكون خصم بقيمه 50%. إن شاء الله أكثر. والجامعات المصريه اصلا يعني بطبيعه الحال هي بتقدم خصم لكل طالب فلسطيني 50%. طيب الجامعات بالدول الباقية هل في فعليا خصومات ولا بيكون في عليها طلب أكثر؟ يمكن نحكي خلينا الجزائر تونس غيرها بيتوجه الطلاب. ولا أنا شايف الطلابنا رايحين على أوروبا أكثر. تمام. يعني طموحهم عالي. صحيح. لأنه بدي أحكي لك الدراسة فيها شبه مجانية. لما بتحكي أنت عن إسبانيا بتحكي عن دكتوراه السنة 1000 يورو أو 1200 يورو. هلا للطلاب هاي اللي حابين يكملوا دكتوراه. صح. بنعتبرها مجاني بالنسبة مقارنة مع باقي الدول. تعليم مجاني يعتبر بيطلع هيك. يعني إيش رمز بتدفع الماستر بتدفع لمرة واحدة 1000 يورو. حلو. شو مكان التخصص؟ وثمان شهور مدة الماستر في. طب زودينا أكثر بهاي المعلومات لحتى فعليا الأهالي ينبسطوا أو يتشجعوا من هاي المعلومات. المعلومات الجامعات هي بحر كبير. يعني إحنا بنتفاجأ إنه مثلا في أوروبا عندك التعليم شبه مجاني. يعني حكيت لك الماستر بتدفع 8 شهور، مدة الماستر 8 شهور، وبتدفع القسط مرة واحدة لـ 1000 إلى 1200 يورو فقط لا غير. ما بيشمل الإجراءات ولا التسجيل ولا السكن ولا بس لا التسجيل الجامعي. بس هي الحياة المعيشية كتير سمعنا أنها بسيطة جدا. يعني وخاصة أنه فترة قليلة 8 شهور. 8 مش 4 أو 5 سنوات. البكالوريوس نفس الإشي. يعني كثير عنا جايين على أوروبا متوجهين. حلو. بس احنا بننصح طلابنا برضو جامعاتنا العربية بدناش ننساهم. طبعا عليهم طبعا كل الدعم لجامعاتنا. بنتمنى التوفيق لطلابنا
وإن شاء الله المكتب مش حيقصر مع أي طالب بيزوره. وكمان بحكي للأهل أولادكم حيكونوا مثل أولادي. يعني دكتورة رويدة حتضل على تواصل مع الطالب من لحظة تسجيله بمكتب يازور لأي جامعة حابب يدرس فيها، بتكمله هي كل الإجراءات، الأهل بيكونوا مطمنين. هذا المكتب بنعيد ونذكر للناس والأشخاص اللي انضموا وإيانا حاليا من خلال هذا البث المباشر، مكتب يازور مكتب مرخص من وزارة التعليم العالي، يضمن حق الطالب أولا وحق الدراسة الجامعية لإله من خلال الإجراءات المسجلة، من خلال حتى حصوله على الشهادة المصدقة من وزارة التعليم العالي الفلسطينية. بتضل على تواصل مع الطالب من لحظة تسجيله لحظة دخوله للجامعة وتثبيته بسكن قريب يكون على الجامعة مريح على الجامعة. بعد ما تخلص كل هاي الإجراءات الطالب يتمكن يتعود على السكن والدراسة الجامعية ويتعرف على كل مرافق الجامعة. رح تضل على تواصل معه خلال سنواته الدراسية، رح تتواصل مع الأهل إن شاء الله لحتى تطمن على هذا الطالب اللي كان من خلال مكتب يازور هو متوجه لدراسته الجامعية. العديد من النصائح وجهتها الدكتورة رويدة، أكيد بنوجه لها كل التحية. شكرا لإليك، ما شاء الله عليكم. مكتب يقدم العديد من الخدمات الجامعية، لا يستهدف فقط طلبة الثانوية العامة، وإنما أيضا الطلبة اللي حابين يكملوا الماجستير وأيضا يحصلوا على درجة البكالوريا، عفوا على درجة الدكتوراه. كل الجامعات بكل الدول خارج فلسطين، الدول الأوروبية وأيضا الدول العربية وأي مكان خارج فلسطين، حصلوا على خصم 50% من الجامعات اللبنانية إن شاء الله. أيضا الجامعات المصرية هي لأي طالب فلسطيني له خصم 50%، وأيضا جامعة لفكة التركية خصم 90% لكل طالب فلسطيني. مع مكتب يازور فقط، فإن شاء الله هذا المكتب. نذكر بس السادة المستمعين والمشاهدين بآلية الاتصال والتواصل مع مكتبكم. عندنا صفحتنا على الفيسبوك يازور الخدمات الجامعية، على الانستغرام، جميع مواقع التواصل، وأرقامنا المتاحة موجودة على صفحة الفيسبوك. يعني أي حدا بيتصل إحنا جاهزين. والأهالي محافظة. ولأهالي محافظة طول كرم، المكتب موجود في طول كرم ديوان الجلاد. كل الشكر للدكتورة رويدة فضل أحمد مؤسس مكتب يازور، كنت ضيفي وإيانا في برنامج طلة فجر. مشكورة على هاي الخدمات وعلى هاي الفكرة اللي خرجت فعليا من تجربة شخصية، وحبيت تكوني مساعدة وداعمة لكل طلبتنا الثانوية العامة. رح نتواصل وإياكم.